هي ضعيفة فقط أمام الصيادين غير القانونيين، لكن أفراد وحيد القرن الهندي اليافعة غالباً ما تقع فريسة بين فكي ملك هذه الأراضي العشبية. النمور تقتل ما يصل إلى 20% من صغار وحيد القرن، والضوء الخافت عند تحول الليل إلى نهار يمكن أن يكون مثالياً للصيد. ولكن حتى صغار وحيد القرن تتمتع بحواس مكتملة التكون من الشم والسمع. إن النمر الذي يتعقب هذه الأم وصغيرها قد يكون أحد أكثر الصيادين تخفياً في الغابة الهندية، لكن وحيدي القرن هذين يعلمان بقدوم شيء خطير. لكن أمام النمر هذا أكثر من فريسة ليختار أحدها في الصباح. الببر البنغالي أو النمر الهندي هو صياد يصطاد بمفرده، وقد ينشط نهاراً أو ليلاً. لكل فرد من هذه النمور فراء مخطط فريد، لكن لهذا الفراء غرض قاتل واحد. فالجواميس والأيائل التي يصطادها هذا القط لا تستطيع رؤية ألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر. وبوجود تلك الألوان في خطوط النمر المضللة، فإنه يسهل تخفي تلك النمور في الظلال. لكن في وقت مبكر من الصباح على هذا النمر أن يخرج من مخبئه ليشرب من مسطح مائي. لكن المسطح المائي يسوده هدوء مريب، إذ تبقى الحيوانات الأخرى على مسافة أمان من القط، وكذلك الأيائل المرقطة تحديداً، إذ تلتزم الحيطة والحذر. ولأنها تملك إدراكاً عميقاً لتصرفات النمر، فإنها على ما يبدو تدرك أن النمر بمعدته الممتلئة ماء، وبسبب تعبه بعد ليلة من الصيد، فإنه لن يكون من المرجح أن يبذل جهداً استثنائياً كي يطارد أيلاً سريعاً ورشيقاً. إنه تخمين محسوب بدقة. يقوم الأيل المرقط بالتخفيف من سرعته المتفوقة، وينهر النمر كي يمضي في طريقه مبتعداً. ربما فازت الأيائل بهذه المواجهة حالياً، لكن وبينما يعود النمر للاختفاء في الأجمة، سيكون قد لاحظ عرج الأيل الصغير. وهذا ما يجعله فريسة محتملة. بحلول 8 صباحاً يبدأ اليوم فعلياً، وتكون الحيوانات التي تستوطن ليل الهند قد خلدت إلى النوم، والآن حان الوقت لتبدأ الحيوانات التي تصطاد في النهار جولاتها من أجل البحث عن وجبة تبقيها حية حتى اليوم التالي. كلاب الدول الهندية تجوب هذه الغابات في مجموعات تصل إلى 30 فرداً، ويمكنها أن تنمو لتصبح بحجم كلب الراعي الألماني. إنها مفترسة ومرعبة، وخاصة عندما تعمل معاً في قطعان كبيرة، فحينها كل الأيائل بما فيها تلك المكتملة النمو تصبح فريسة محتملة. تلتزم كلاب الدول بمناطق نفوذها الخاصة، ولكن يسعدها أيضاً أن تصطاد وتمرح مع مجموعات كلاب دول أخرى. هذا الزوج اليافع قد انفصل عن الآخرين، ربما كي يبدأ بتشكيل قطيعه الخاص.
إن تحديد منطقة النفوذ يعد عملاً شاقاً ومجهداً، لكن شهر العسل قد انتهى تقريباً. ومن أجل نجاح تشكيل القطيع الجديد هذا، على هذين الكلبين أن يكونا ماهرين في الصيد من دون مساعدة باقي أفراد القطيع. كما عليهما اليوم اصطياد فريسة من كل بد. لكن هذين الكلبين اليافعين وغير المتمرسين يبدو أنهما يواجهان صعوبة منذ البداية. ها هما يتعرضان للهجوم. وبالنسبة إلى أكثر قطعان الصيادين بأساً في الغابة الهندية، فإن الصباح هو الوقت المخصص للراحة. إنها تستريح في الظل إلى أن يحين وقت متابعة البحث المتكرر عن الطرائد. الأسد الآسيوي هو نوع الأسود الوحيد الذي يمكن أن يوجد خارج أفريقيا، وهو أسد مدرجات الكولسيوم الرومانية. لقد كانت هذه الأسود فيما مضى تهيمن على البراري الممتدة من هنا إلى أوروبا. أما اليوم فموطنها الأخير المتبقي يتركز في غابة جير في شمال غربي الهند. على خلاف الأسود الأفريقية، فإن ذكور وإناث الأسد الآسيوي تحيا حياة منفصلة إلى حد كبير، وتجتمع فقط بين الحين والآخر لتتشارك الصيد أو التزاوج. وفيما عدا هذه الأوقات فالإناث هي من تدير شؤون القطيع. بينما تنشغل الذكور بالتصرف كملوك على مناطق نفوذها، على هذا الذكر أن يحمي منطقته، وذلك من خلال تحديدها بالرائحة والزئير لإنذار الدخلاء. وقد يتحكم بمنطقة تصل مساحتها إلى 180 متراً مربعاً من الغابة. لكنه ليس وحيداً، فلديه حليف، وربما لديه أخ يساعده على حماية أرضه. لكن حتى بوجود المساعدة، فهذه الأسود يمكنها فقط الاحتفاظ بمكانها على رأس قطيعها لمدة سنتين، فدفاعاتها تتعرض للهجمات بشكل مستمر، هذه المرة من قبل أسد يافع مستعد لاختبار قدراتها. لكن أسدين مدافعين يفوقانه عدداً، ما يجبر المتحدي اليافع على الانسحاب. بينما ترتفع الشمس أكثر، فإن درجة حرارة الأرض في الهند فاقت 25 درجة مئوية، وبدأ الهرب من الحر يتحكم بحياة وتحركات الحيوانات، بما في ذلك الحيوانات الفريسة والمفترسة. مضت الآن 4 ساعات على رحلة 24 ساعة التي تخوضها حيوانات الهند البرية. إن غابات هذه البلاد الكثيفة هي مواطن مكتظة وثلاثية الأبعاد، حيث لا تحيا الحيوانات إلى جانب بعضها الآخر فقط، بل فوق وتحت بعضها الآخر أيضاً. إن قردة اللينغور الرمادي الهندية هذه قد أتت إلى هذا البستان باحثة عن ثمار التين. إن مطر منتصف الصباح يكاد يهطل، وستؤمن هذه الشجرة ملاذاً وطعاماً أيضاً. تحت شجرة التين هذه تزخر الأرض بالثمرات التي سقطت والتي خمرتها حرارة الصيف. وقردة اللينغور الهندية رفيعة الذوق بما يكفي لتغتنم فرصة بعض الرشفات السائلة المجانية. لقد لاقت الوجبات السائلة رواجاً لدى هذه المجموعة، ولحسن الحظ تبدو سعيدة، ولا تشعر بالتعب والعاطفة بقدر ما تشعر بفورة العواطف ومن ثم بالتعب. لكن المشكلة هي أن هذا المكان ليس مناسباً للسهو عن الحذر والحيطة، فهناك نمر على مقربة منها وهو يهوى التهام القردة.
إن حرارة منتصف النهار ورطوبة الهواء العالية تمتزجان في سماء الهند. الغيوم الركامية تكبر بسبب دفع الهواء الساخن الصاعد للرطوبة إلى الأعلى، فتتكاثف وتعد بالمطر. تقوم اللقالق الملونة في مناطق الهند الرطبة باللهاث كوسيلة لمقاومة شدة القيظ. لا تملك الطيور غدداً عرقية، لذا فاللهاث هو أحد أساليبها لتبريد أجسادها. أما اللقالق الأصغر فيمكنها أن تحتمي من الشمس في ظل والديها. لكن هذه اللقالق يمكنها أيضاً رش الماء بسبب تأثيره المبرد على عائلتها الصغيرة. في تلال جنوب الهند المدارية بدأت أمطار الأصيل بالهطل، كما هي حال معظم الأيام بين شهري يونيو وسبتمبر. في المناطق المدارية يمكن للأشجار أن تنتج الفاكهة عدة مرات في السنة، وتقدم بذلك زاداً شبه دائم من الطعام في الغابة. ثمار الجاك الكبيرة هذه ذات قيمة عالية في الغابة. في يومنا هذا نجد أشجار الجاك تنمو عبر آسيا وأفريقيا، لكن يعتقد أن موطنها الأصلي هو هنا في سلسلة جبال الجاتس الغربية. في جبال أنيمالاي في جنوبي الهند تلتهم مجموعة صغيرة من قرود ماكاك ذيل الأسد وليمة غداء من فاكهة الجاك. لكن امتلاك شجرة كهذه يخضع إلى منافسة شرسة، وهناك غزو في طريقه إليها. لقد استولت مجموعة أكبر وأكثر قوة من مكاك ذيل الأسد على الشجرة، دافعة المجموعة الأصغر إلى إخلائها. لكن بالنسبة إلى قردة ذيل الأسد، يكاد يكون التعرض للجوع في هذا الوقت من السنة مستحيلاً، فهناك دائماً شجرة مثمرة أخرى في انتظارها. في الشمال استفاقت قردة اللينغور، لكنها متعبة نوعاً ما. والمفترسات من شاكلة النمر تتقن تمييز الحيوانات الضعيفة واستغلالها. قردة اللينغور المتعبة تبدو صيداً سهلاً. عادة ما تكون نشطة بما يكفي لتهجم على نمر فاتته المبادرة بعنصر المفاجأة. لكن الحال ليس هكذا اليوم. ب
بالنسبة إلى الحيوانات التي تحيا في الأراضي المنخفضة الحارة، يعتبر مسطح الماء مكاناً للجوء. تتشارك عشرات الأنواع الماء ذاته، وكأنها اتفقت على عقد هدنة، لكن لم تسلم جميعها دفاعاتها. إنه منتصف العصر في أراضي الهند العشبية. في أشد أيام الصيف قيضاً، قد تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، وتبريد الجسد بالنسبة إلى النمر هو أمر يسير. ذلك لأنها تعتبر القطط التي تهوى الماء. يبدو أن معظم الحيوانات التي تستخدم المسطح المائي قد توصلت إلى انفراج في علاقاتها المتوترة كي تتمكن جميعاً من التمتع بفوائد الماء. لكن الخطر غالباً ما يكون متربصاً بينما ترتفع درجات حرارة وقت العصر. وبقدر حاجتها إلى الماء، فإن الأيائل المرقطة يعتريها التعب على حافة الماء. وتشعر تماسيح المجر في المسطح المائي بالجوع. مع أنها تنمو لتصبح بطول 5 أمتار، إلا أن تماسيح المجر الهندية تعتبر متوسطة الحجم. والأيائل أكبر حجماً من الطرائد التي تفترسها في العادة. لكن بإمكانها أن تقضي شهوراً بين الوجبة والأخرى، لذا فالوقت في مصلحة هذا التمساح. ويوماً ما سيخسر أيل مرقط هذا الصراع، وسيكافأ تمساح المجر على إصراره. في الغابة القريبة تكافح أم من بنات آوى الذهبية لتزويد جرائها الصغيرة بالطعام، ومنطقة نفوذها محاذية تماماً لقطعان أكبر من بنات آوى، لذا تلتهم تلك القطعان ما تحويه مناطق صيدها. يتوجب على جرائها أن تأكل كل ساعتين، لذا لا تملك سوى متسع صغير من الوقت لتأمين القوت لعائلتها. ستعتني ابنتها الكبرى بالجراء بينما تذهب بحثاً عن الكلأ. بنات آوى الذهبية هي من أنجح أنواع الكلاب البرية وأكثرها انتشاراً، ومدى انتشارها الأصلي يمتد من اليونان حتى تايلاند، وتصل حدوده جنوباً إلى تنزانيا. لكن بنت آوى هذه ليست محظوظة جداً، فخروجها للصيد بمفردها يعرضها للخطر ويقلل فرصها في النجاح، وقد جذبتها جيفة إلى المسطح المائي. لكن ابن آوى أكبر حجماً من قطيع مجاور قد سبقها إلى هناك. ما يضع حداً لفرص الأنثى الصغيرة في الحصول على اللحم
لمساعدتها في إطعام جرائها. بعض الحيوانات الصغيرة أفضل حالاً، فباختبائه في حماية ظل والدته يكون أمام هذا الدغفل القليل مما قد يخشاه، وبالتالي يمكنه استكشاف مباهج الماء. إن تعلم كيفية استخدام الخرطوم قد يستغرق بعض الوقت، ولأنه يحتوي 40,000 حزمة عضلية مختلفة تمتد داخله، فهو عضو تشريحي يتطلب إتقان استخدامه جهداً استثنائياً، كما أنه شديد الحساسية. من خلال وضع مقدمة خراطيمها على الأرض، تستطيع الفيلة الشعور بذبذبات الحيوانات القريبة بدقة مذهلة. لكن الأكثر قوة هو قدرة الخرطوم على الشم، فبفضل حاسة شمها التي قد تفوق قوة حاسة شم الكلاب بأضعاف، فهناك القليل جداً مما قد يستعصي على انتباه الفيلة، وخاصة أثناء حمايتها لصغارها. فبعد فترة حمل تدوم نحو 22 شهراً، وهي المدة الأطول بين الثدييات، ستعتني الأم بهذا الدغفل مع خالاته وأخواته طوال السنين العشر حتى 15 التالية. مع أن عمره لم يتجاوز أياماً معدودة، إلا أن وزن هذا الدغفل يقارب 90 كيلوغراماً وارتفاعه يقارب المتر، لكن في حضور النمر فإنه لا يزال في خطر، وتجب حمايته جيداً من قبل القطيع. لكنه ليس الفريسة التي يبحث عنها النمر، لكن احتمالات الحيوانات المتاحة لاختياره كثيرة، وقبل نهاية اليوم سيكون قد استحق لقبه باعتباره الصياد الأول في الغابة الهندية. بينما يقترب النهار في الهند من الأفول، إلا أن الحرارة في الأراضي المنخفضة ما زالت مرتفعة جداً. مع غياب النسمات يمكن أن تكون الأراضي العشبية خانقة، والحيوانات فيها تتحرك ببطء وكأنها في ذهول. ما زال زوج كلاب الدول اللذان انفصلا عن قطيعهما يبحثان عن طريدة. بعد يوم طويل وحار، تقف الأيائل المرقطة الراعية على منحدر خفيف، وقد تكون هذه الفرصة هي الأفضل لاصطياد وجبة أمام هذين الكلبين اليوم. يتقدمان بسرعة من قطيع الأيائل، ويختاران أيلاً ضخماً ذي قرون. إن المفترسات من شاكلة كلاب الدول عادة ما تستهدف الطرائد الصغيرة والضعيفة والبطيئة، لكن اليوم يسعى هذا الزوج من الكلاب لنيل أعظم مكافأة لقاء جهدهما. بين الشجيرات الكثيفة تنخفض فرص الأيل ذي القرون في الهرب، لذا يهرع إلى أرض فارغة ليتمكن من الجري بأقصى سرعته. لكن كلبي الدول الجائعين يفوقانه سرعة. بينما يقترب النهار من الزوال وتأخذ الحرارة بالانخفاض، فعلى أرض الغابة بدأت المعركة الأزلية على حقوق التزاوج.
إن سلاحف الترافنكور هذه موجودة فقط في جنوب غربي الهند، وهي تستريح خلال النهار وتنشط في وقت متأخر من العصر. وبين هذين الذكرين مسألة يجب حسمها، فمن منهما يملك رقعة الأرض هذه ويملك حق التزاوج مع الأنثى القريبة منها؟ الذكر الأصغر سناً في الجانب الأيسر يأمل أن يعود منتصراً، لكنه لن يحظى بسلحفات هذه الليلة. في وقت متأخر من اليوم تنجذب النسور الهندية إلى جيفا، فلقد نفق جاموس بسبب حرارة الصيف وبدأت الحيوانات القمامة تتجمهر حوله. انتشرت رائحته في أرجاء الغابة، وبنت آوى الأم والتي يعوزها الطعام والحليب تدرك أن هذه قد تكون فرصتها الأخيرة اليوم للحصول على وجبة تحافظ على حياة عائلتها. نادراً ما تترك صغار ابن آوى وحدها، لكن الجوع يدفع هذه الكلاب إلى اتباع إجراءات قصوى، ولهذا ترافقها ابنتها المراهقة لاستطلاع مصدر الرائحة. عبر أراضي الهند سيسود الليل قريباً حاملاً معه خطراً جديداً، وسيتمتع الصيادون بسيطرة لا محدودة على الغابات والأراضي العشبية. وإلى ذلك الوقت ما زالت هناك بضع ساعات قصيرة من النهار أمام الحيوانات البرية. تطوف أنثى النمر خلسة، إنها صيادة غاسقية، أي أنها تنشط في الضوء الخافت في المساء والفجر. باكراً هذا الصباح كانت هناك أيائل كثيرة حول المسطح المائي، ومن ضمنها أيل مرقط مصاب بعرج. تتجاوز قردة اللينغور والتي عادة ما تكون منتبهة، وأيائل السامبر التي ما زالت ترعى تشكل أهدافاً للنمر، فإذا هاجمتها أنثى النمر أثناء وجودها في الماء فسيتوجب عليها المشي قبل أن تتمكن من الركض. وبهجومها المفاجئ من بين الأغصان يصبح وجودها واضحاً ومسموعاً. لكن الوقت قد فات بالنسبة إلى أحد أيائل السامبر، إن عضتها التي اخترقت العمود الفقري تحكم بالموت السريع على الأيل. ما زال الليل لم يبدأ بعد، ومع هذا فأنثى النمر هذه أتمت مهمتها. لديها أشبال تختبئ بعيداً خلف التلال، لذا فإن إيصال الوجبة إلى منزلها سيتطلب منها رحلة طويلة. بينما يصل النهار إلى ختامه سيطرأ تبدل بين حيوانات الهند، فالحيوانات التي تصطاد في الليل ستنهض وستنتظر حلول الظلام، بينما ستعود حيوانات النشاط النهاري إلى مآويها التي تستخدمها للحماية بعد مغيب الشمس. ما زالت جراء بنات آوى بمفردها، فعائلتها لم تعد بعد، وهذه الجراء صغيرة جداً ولا تقوى على الدفاع عن نفسها. ومن دون حماية البالغين فمن غير المرجح أن تبقى حية حتى الصباح. وكتحذير من خطرها القادم تتقدم مجموعة من قردة الماكاك من الجحر، ما يبث الذعر في نفوس الجراء.
بينما تهبط حرارة اليوم إلى العشرينيات، تصبح أفراد وحيد القرن أكثر نشاطاً. يعتبر المساء الباكر وقتاً مثالياً للرعي، لكن وحيدي القرن هذين يفكران بأمور أخرى، فقد انجذب أحد الذكور إلى رائحة الأنثى. ونادراً ما يتوافق هذان الحيوانان عند لقائهما، وهذا المساء ليس استثناءً. لكن في عالم وحيد القرن، فالشجار الخفيف هو أيضاً جزء من المداعبة والمطاردة كذلك. أسدل الليل ستاره وسيغطي كثيراً من النوايا المميتة، لكنه أيضاً ستار حام للكثير من الحيوانات، إذ يخبئها عن عيون الصيادين الفضولية. بينما يغطي الظلام مناطق الهند، حان الوقت لبدء الكثير من الحيوانات بعمل يومها، وتبدأ المناوبة الليلية. ثمة نشاط حول المسطح المائي ليلاً كما في النهار، ومئات العيون تضيء على سطح البحيرة. بعض هذه العيون تعود لصغار تمساح المجر، والضفادع تقفز هرباً منها بينما تتعلم التماسيح الصيد. إن طريقتها المثلى للإمساك بالضفادع هي عبر احتجازها بمحاذاة ضفة، لكن صغار تماسيح المجر هذه ليست بمفردها، فبعيداً عنها تستخدم التماسيح البالغة حيلة مشابهة على الأسماك، وهي تعمل معاً على اقتيادها كي تتحول إلى وجبة. هذه التماسيح من أنواع التماسيح القليلة التي يعتني فيها كلا الأبوين بالصغار لعدة أسابيع بعد تحررها من بيوضها، لذا فقد تكون هذه عائلة من التماسيح تقوم بالصيد معاً. زباد النخيل الشائع هذا والشبيه بالبوسم لديه الكثير مما يسبب له القلق، فثمة نمر التقط رائحة الزباد وهو يقوم بتعقبه. إن دفاع الزباد الرئيسي هو إطلاق رائحة مسببة للغثيان من تحت ذيله، لكن كمعظم الحيوانات فدفاعه الأول هو الهرب والاحتماء، وهو متسلق بارع. النمور هي من أمهر القطط الكبيرة في التنقل بين الأشجار، لكنها لا تضاهي الزباد براعة. ليس أمام الزباد طريق آخر، بينما يخاطر النمر بالتسلق أكثر للإمساك بوجبته. وبوثبة واحدة فهي تتحدى الموت حرفياً، إذ يقفز الزباد إلى بر الأمان تاركاً النمر كي يصبح مجرد قط عالق في شجرة.